من هذا الطريق يمكن الإطلال على متحف ذاكرة البحر والإنسان. هذه التجربة البيئية هي من نوعها والتي انطلقت منذ 20 سنة. نحاول هنا تناول موضوع هذه التجربة من زاوية معينة وتتمثل في الاعتداء على هذه التجربة من المارين، سواء كانوا الفضوليين أو الجيران أو التلامذة، وكان ذلك على مراحل بحيث تعمد عدد منهم بقذف هذه القوارير بالحجارة، وذلك إجابة واستجابة لدوافع عنف كامنة في الجنس البشري في حركات مجنية. هنا يمكن معاينة الحجر والتكسير. الحجر والتكسير وأحيانا عندما كانت أشغال من الجانب الآخر للشارع كانت هناك أيضا حجارة لازالت تحمل أثار الأشغال. هذه قذائف جديدة، تكسير جديد من طرف بعض التلاميذ الذين يذهبون إلى المعهد الضوير المحاذي والأقرب لهذه التجربة البيئية والفكرية والثقافية والفنية والبيداغوجية، ولم يهتم بها بشكل من الأشكال. إنه ليس مسؤول عن ما حدث غير أن بهذا الاستنتاج هذه حجارة من الشارع لازالت تحمل الأسفلت، والهدف من هذه المعاينة يرمي إلى معاينة نسبة العنف الكامنة في الذات البشرية أو في المجموعات البشرية. الذات البشرية تحمل كل منها قسطا من العنف الكامل ويتفجر بشكل كبير في إطار المجموعة. هذه آثار الجريمة أو نتائج الجريمة. هذه حجارة من أشغال لدى الجيران، قد يكون العمال أو قد يكون كذلك. هذه النسبة من العنف المجاني التي توجد عند الجميع وتخرج أو تفرز بطرق مختلفة. ها هنا أفرزت وتفجرت ضد القوارير أو ضد تجربتي، وهذا لعمري يعتبر بردا وسلاما، على شرط أن لا يمر إلى العنف الحاسم، إلى الحقد والضغينة والحروب والقتل. على مدة 20 سنة وعلى نسبة
ألاف المارين من هذا الطريق. تعد نسبة الهجوم أو قذف القوارير نسبة معقولة ومعقولة جدا، غير أنه لا بد من السيطرة عليها وتهذيبها بكل الوسائل، الجانب الفني الذي أحاول هنا عرضه، والجانب البيدروجي، والجانب الثقافي، والجانب البيئي والجمالي، وحب الحياة وحب الإنسان وحب الله. وهذه أي هذا الفيديو وغيره يعتبر ردي على هذه الهجمات المجانية سامحهم الله.